سلام، نكمل الجزء الثاني ديال القصه ديالنا على بركه الله. المهم كيف ما العاده تجمعنا انا والدراري وطلعنا لديك المدرسه، ولكن خرجنا بلا نتيجه وكاعي. صافي تميت هابط بحالي للدار، وصلت صونيت وهي تحل لي الوالده. ما حلت لي الباب كنسمع الصوت ديال شي واحد كيقرا القران بالجهد. اوه شكون هذا؟ هذا ما صوت ديال التلفازه، ما هو صوت ديال شي حاجه. طالع في الدروج وكنطرح في نفسي عدة تساؤلات، واش هاد الفقيه جايبينو ليا ولا شي حد مات؟ المهم العقلية الصغر ما فهمتش والو. يلا دخلت للدار ونلقى خالي وثلاثة ديال خالاتي والوالدة، وواحد الفقيه شاد فراس ديال خالتي وكيقرا عليها بزاف. شفت فيها كيبان ليا غير البيض ديال عينيها ووجهها ما فيهش الدم، وصبعانا بحال اللي بداو كيعواجو. انا في ديك اللحظه زدت استغربت، لان هاد خالتي عندي غير عزيزه وبقى صغيرة وعايش معانا، قدر نقول لك بحال خشي. كنقول في نفسي يا ربي ما يكون طاري ليها والو، لكن اول حاجة جاتني في بالي هي ساكنة شي جن. المهم يلا جيت نتكلم وهي تشاري للوالدة من بعيد، قالت لي يا قطع الحس والاعصاب بين الله من خلال ملامح ديال وجهها. انا ديك الساعة دخلت لقيت خويا الصغير مغطي بماطة وفيه الخوف، قلت لي شنو كاين؟ ما بغاش يجاوبني. نقول في نفسي كما ديك المدرسة اللي كنت كنمشي لها هي اللي كانت السبب في هذا الشيء، ودوك الجنون اللي فيها بحال اللي بغاو ينتقموا. المهم تساؤلات تقدر تكون منطقية تقدر تكون لا. شوية وهي تدخل عندنا خالتي، قلت ليها شنو طار؟ قالت لي تبعني باش ما يتخلعش خوك الصغير. المهم دخلنا الكوزينة وهي تقول لي خالتك تسكناش. انا في ديك الساعة ما نوصفش ليكم الاحساس ديالي، كنقول كون غير تسكنش انا وهي لا. المهم قلت لها كيفاش حتى تسكناش؟ واش هنا؟ قالت لي لا ماشي في الدار هنا، قالت لي في الدار ديال جدا. قالت لي بلي كانوا جالسين كاملين وهي كتسيق الدار في شي ستة ديال العشية، وخالتي فيها واحد الطبع ديما كتسيق الدار بما سخون. قالت لي بلي هما كانوا جالسين حتى كيسمعوا الصوت ديال شي تصفيقة بالجاك، والصوت ديال خالتي طاحت ناضو كيجريو لقاوها مغيبة وكتقفقف ما فاهمو والو. كلشي تخلع، اللي كيقول ضربها الضو، اللي كيقول ضربها جن. المهم كل واحد شنو كيقول. كانوا هابطين بها للسبيطار. الساعة الوالدة عرفات اللي كاين ملي سمعتها كتكلم بشي كلام ما مفهومش، غاد قلت لهم غادي نهبطوا للدار وغنعيطوا للفقيه. المهم داك الفقيه هو اللي معانا دابا في الدار، من الصباح هو كيقرا وكيرش على بواحد الماء، ولكن والو. داك الفقيه بحال اللي عيا وقال لهم باللي حالته غريبه، وهي حالته ما كاين لا غريبه لا والو، غير هو ضعيف وصافي. وقال باللي كاين واحد الفقيه في المقابر ديال المضيق، هذاك هو اللي غيقدر ينفعنا. المهم قال خليوها ترتاح دابا، ومشى في حالاته وبقينا معاه حنا موراها بشي ساعة ديال المدانة وهي تفيق عادي. كتقول فينا انا كلشي كيهدي فيها وكيقول لها غير زلقتي وطحتي وغيبتي، وحنا كنا مشعلين ديك الساعة القرآن في التلفازة. قالت نقصوا عليهم ديك التلفازة عاد تكلموا معايا. كلشي استغرب، حتى واحد ما عارف دابا واش كيتكلموا معايا شخصيا ولا كيتكلموا مع شي جن. المهم انا الصراحة تخلعت شوية، وفي نفس الوقت كنقول اشنو غيطرا كاع هداك الشي اللي كنت كنقلب عليه جا لعندي، لكن جا عن طريق عائلتي وداك الشي اللي ما حملتوش. المهم هي نات عادي وقالت فيه الجوع ومشات الكوزينة وكل شي ساكت. شوية رجعت وفي يديها واحد الخبزة حرفية وكتاكل فيها بواحد الشراسة بحال اللي ما كانت شي 50 عام. الاستغراب خيم على الدار ديك الليلة، كل شي كيشوف فيها وما عارفيناش معامل كنتعامل، ولكن كل شي كان كيتكلم معاه بحال اللي ما طاري والو. واخا علامة الاستغراب بيني لينا على كل واحد فينا. مهم جا الوالد من 11 ديال الليل من الخدمة، يلا دخل وهي تشوف فيه بواحد الشوفة ديال الحقد. قالت لي انت ما كنحملكش. مشينا الناس شوية وانا كنحل عينيا لقيت بلي النهار بدا كيطلع شي شوية. اقسم بالله كنعاودها لكم ودابا والتبوريش شداني، شفت جوج من خالاتي، وحدة ناعسة حدايا والاخرى واقفة وكتشوف فيا وكتضحك. انا في ديك اللحظة حسيت بلي صافي قلبي غادي يوقف، وشدني واحد البرد غريب. بديت كنقرا القرآن، درت على راسي المانطا وحلقي نشف، كنعدي يديا تحت المانطا باش نتأكد واش انا كنحلم ولا بصح، وكنطل شوية تحت المانطا وكنلقاها باغا كتشوف فيا وكتضحك. بغيت نتسطى شوية ويأدى الفجر، حسيت بواحد الأمان غريب. طليت مرة أخرى ما لقيتهاش، لقيت غير خالتي ناعسة عادي. أنا في ديك اللحظة حسيت براسي عيش والإرهاق شدني.
وهادشي كامل اللي طرا بسبب ديك المدرسه اللي دخلنا لها مهجور. كنصح اي واحد معمرو يزعم على شي بلاصه مهجوره حيت غتكون سبب في الدمار ديال حياتك وديال عائلتك. انا القصه ديال ما سالاتش. السلام عليكم.